العناصر المستخدمة حيكون معانا المايكرو كنترولر، العمدة حقنا اللي هيتحكم في القصة كلها، المداخل حتكون البوتنز عشان نحن نركب مقاومة، أما المخرج حيكون على ريلي عشان نتحكم في الريلي محتاجين نحط ترانزستور. طبعا الكلام ده كله حيتركب على البريد بورد. خلينا نشوف كيف حنركبها على الواقع. هذا الشكل، لاحظ انه اذا انت مستخدم الباكج اللي عندنا حتضطر تركب ثلاث مقاومات، وحنشوف في اخر اللقاء ايش فائدة الثلاث المقاومات هذه، ليش كنا دائما نحطها. اول يوم وصلنا السلك الوردي ذا وصلناه هنا، ثاني يوم وصلناه هنا فوق، اليوم حنوصله هنا في الخط الثالث، بعد كذا حنوصل الجهد الموجب هنا وحنوصل الجهد السالب هنا. اول شيء احنا نبغى نتاكد انه المايكرو كنترولر شغال، so we gonna make it work. عشان نخليه يشتغل حنركب ليد، الليد هذه حنخليها تفلشر يعني تشتغل وتطفي، فاذا اشتغلت وطفت نعرف انه المايكرو كنترولر شغال. لاحظ انه اليوم مشروعنا ما في شيء يظهر من المايكرو كنترولر بشكل مباشر، فعشان اتاكد انه المايكرو كنترولر مركب صح حنركب LED، فحجيب مقاومه حنوصلها بالليد وحنوصل الليد بالجراوند. وصلنا المقاومه هذه على بورد B5، لاحظ ان المقاومه هنا والليد هنا، حنخلي المقاومه دي تشتغل وتطفي بالشكل هذا بحيث انه نعرف انه المايكرو كنترولر شغال. بعد كذا حنوصل الانبوت، الانبوت هذا عباره عن المقاومه دي داخله من الموجب على البي 6، والمقاومه هذه موصله مع السالب، والبوتن هذا موصل مع السالب، بحيث انه اذا انا ما ضغط شيء فالمقاومه حتتوصل لدائما الموجب، اذا ضغط حيوصل لي السالب زي الشكل هذا كذا. بعد كذا العنصر الجديد هو الترانزستور. لاحظ الترانزستور فيه ثلاثة أرجل ولو طرف مقوس، الطرف المقوس هذا لو خليته على يميني حيكون تحت الإميتر في النص البيس في أعلى الكوليكتور. حوصل الإميتر بالسالب أو بالجراوند يعني اللي هو السالب، حوصل الطرف البيس اللي هو في النص حوصله مع البي 4 في المايكرو كنترولر، حيصير المايكرو كنترولر يتحكم لي في الترانزستور. عشان اتاكد ان الترانزستور بيشتغل صح حوصل معاه ليد، الليد هذه هنا مع الكوليكتور، السالب حقها في الكوليكتور، الموجب حقها داخل مع مقاومه مع الخط الموجب. الان لو المايكرو كنترولر كان بزيرو الترانزستور ما راح يشتغل، لاحظ انه الترانزستور فاصل. اذا المايكرو كنترولر صار ب1، اذا البورد بي 4 في المايكرو كنترولر صار ب1، لاحظ ان الترانزستور مرر التيار واشتغلت الليد. اذا رجع بزيرو حيفصل، اذا صار ب1 حيوصل الليد، اذا رجع بزيرو حيفصل، اذا صار ب1 حيوصل. طبعا متى يصير ب1 متى يصير بزيرو بناء على انا حبرمج على اني اضغط الزر ده، اذا ضغط الزر حيصير ب1، اذا بضغط الزر مره ثانيه حيصير بزيرو. بعد كذا حنجيب القطعة الحبيبة الجديدة علينا ذي اللي هي الريلي، حوصله في البريد بورد، حاشوف التو بن البعيد عن الثري بن هذه، في ثري بن جنب بعضها وفي بن كذا بعيد عنه، في تو بن كذا جايين كذا بعيدين عن بعض، البعيدة هذه هي اللي واحد منهم حوصله في الموجب، والثاني حوصله مع الكوليكتور هنا، بحيث انه من هنا ياخذ سالب وهو ماخذ اوريدي موجب من هنا، فإذا اشتغل الترانزستور حيشتغل الريلي. عشان احمي المايكرو كنترولر من الريلي جوته ملف، فالملف هذا ممكن يرجع لي تيار على المايكرو كنترولر ويحرق لي المايكرو كنترولر، فعشان احميه راح احط الديود هذا، الديود هذا ميزته انه يحمي الريلي. بعد كذا لو فرضنا الان انا بشغل مكيف، طبعا هذا مثال، لو بشغل المكيف عن طريق الريلي هذا كيف حشغل المكيف؟ حاجيب سلك المكيف هذا واقطعه واروح موصله على الريلي. الان هذا السلك احنا قطعناه، بدل ما يكون كذا موصل قطعنا واحد، هو سلكين اخذنا اي واحد منهم وقطعناه ودخلناه في الريلي. الان الريلي لما يشتغل حيوصل السلكين دول مع بعض فيشتغل المكيف، اذا فصل الريلي حيفصل المكيف. طبعا الريلي اللي موجود معنا في الباكج ريلي صغير بيتحمل امبير صغير، ما بيتحمل شغل مكيف، لكن اذا انت بتشغل مكيف في ريليهات كبيره تشغل لك المكيف. انا هنا حطيت المكيف فقط كمثال، انما احنا في ارض الواقع حنركب الكيباد اللي حطيناه هنا، فالكيباد فيه له سلكين، السلكين هذول حنوصلهم مع الريلي، يبقى الريلي هو اللي يشغل لنا الكيباد او يفصله. حنشوف التركيب كيف حيكون.
حنركب هنا فوق في اعلى المايكرو كنترولر زي ما ذكرنا كل يوم انه لازم يكون النوتش الابيض هنا النقطه البيضاء هنا, وحنوصل اربع مقاومات بالشكل ده. السلك الموفي هذا او السلك الوردي امس كنا حاطينه هنا, اول امس كنا حاطينه هنا, اليوم نقلناه هنا. حنشوف في اخر اللقاء ليش سوينا الحركه هذه. طبعا هنا السلك الموجب وهنا السلك السالب, اذا شبكتهم بالعكس قد تحرق المايكرو كنترولر. اوكي, حوصل الليد اللي تبين لي ان المايكرو كنترولر شغال صح, وحوصل معاها مقاومة. هذا الليد وصلته هنا, وصلت قبلها مقاومة مع بي 6. المفترض الان اذا ركبت البطارية حتلقى ان الليد هذا تفلشر معك. بعد كذا حركب البوتن, حركب مقاومة. المقاومة ذي اللي هي بني اسود برتقالي او بني اسود احمر, حط هنا كذا المقاومة, وححط هنا في الطرف الثاني مع الموجب. حامد سلك من نفس المكان اللي فيه المقاومة حقت البوتن, واروح احطها في اي مكان كذا بعيد, بعدين احط معاها بوتن. البوتن لاحظ انه محطوط هنا مع السلك, وهنا واصل مع السالب. بعد كذا حوصل الترانزستور. الترانزستور لاحظ اني حطيته في اي مكان, وخلي بالك من التقويس. التقويس هذا في الترانزستور هو اللي يبين لي بناء على انه كيف حيكون, فين حيكون البيس, فين حيكون الكوليكتر, فين حيكون الاميتر. لاحظ هنا التقوس. اذا كان التقوس في هذه الجهه فانا راح احط يعني التقوس كذا قدامي, راح احط هنا اول نقطه هنا, هذا يسموه اميتر, حوصله مع الجراوند. بعدين حاخذ سلك من البيس من النص, اروح موصله هنا مع المايكرو كنترولر في البي 4. بعد كذا حاجيب ليد اشبكها مع البن الثالث من الترانزستور اللي هو الكوليكتور. السلك القصير هنا, البن القصير هنا, والبن الطويل في اي مكان هنا. بعدين حاجي اجيب مقاومة احطها مع البن الطويل واشبكها في الموجب. المفترض الان كذا انه اذا شغلت المايكرو كنترول, اذا وصلت البطارية وضغطت على الزر حتلقى انه المايكرو كنترول الليد هذه تشتغل. اذا ضغط على الزر هذا حتلقى انه الليد تطفي. طبعا الليد هذه حتكون شغالة على طول. حنجيب الريلي اخر خطوة في التركيب, حنحط الريلي كذا هنا في اي مكان. بعدين حنجيب سلك من هنا ونوصله مع الكوليكتور. طبعا لاحظ انه البنز اللي هنا, هذا هو البنز البعيد, هنا في ثلاثة بن قريبة من بعضها. بعدين حناخذ البنز اللي هنا ونوصلها مع التيار الموجب. بعدين عشان نحمي الدائرة حنحط الدايود هذا ما بين هذه الجهة وهذه الجهة. آخر خطوة هو اني حوصل الكيباد. هذا الكيباد اللي موجود مع الباكج, اذا ما كنت تستخدم الباكج فتحتاج تجيب اي كيباد تلحم في اسلاك. هذه السلكين اذا لصقتهم مع بعض حتلقى اني اكتب 1 في الشاشة. حنوصل الكيباد هذا هنا مع الريلي. اذا اشتغل الريلي حيوصل السلكين دولي مع بعض, اذا ما اشتغل الريلي حيفصل السلكين هذول. لاحظ هنا هذا شكل اخر بيوضح لنا كيف انه الاسلاك داخله على الريلي. اي هذا البن اللي لوحده داخل مع سلك رايح للترانزستور, ودايود جاي على الموجب. هنا في سلكين داخلين على الريلي في التو بنز. هذه التو بنز اللي لما نشتغل الريلي يوصلهم مع بعض, لما يفصل الريلي يفصلهم عن بعض. الشكل النهائي للدائرة حيكون بالشكل ده. هذا الكيباد, انا هنا في كيبلز يتوصل مع الجوال. حنشوف انه كيف احنا نبرمج الجوال بعد كذا بحيث انه يرسل رسالة. الان المفترض ان ضغطت الزر حتسمع انه الريلي طق. الريلي كذا له نغمة حلوة كذا, اسمع طق. هذه النغمة دي معناته انه الريلي اشتغل. هي النغمة دي تطرب اي مهندس الكترونيات. اوكي, حنشوف بعد كذا كيف برمجنا الدائرة.